السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال. معاكم احمد الساب من قناه كانون العربي، وموضوعنا النهارده عن 7 اسباب تخلي اللابتوب او الكمبيوتر غير متصلين بالطبعه او مش شايفين الطبعه، او بمعنى تاني ان الطبعه على طول اوف لاين. فتابعوني. اهلا وسهلا بكم يا اخواني. ايه هي الاسباب اللي تخلي الكمبيوتر او اللابتوب مش شايفين الطبعه، او بمعنى تاني الطبعه اوف لاين؟ اول سبب معنا الكابل اليو اس بي، وهو عباره عن كابل متوصل باللابتوب او الكمبيوتر الى الطبعه. مهمه الكابل دوت ان هو بينقل المعلومات وبيانات من اللابتوب او الكمبيوتر الى الطبعه، وبتكون طبعته على الورق. واقل طول للكابل دوت هو متر فاكتر، فاول ما الطبعه تديك اوف لاين فانا انصحك بتغيير الكابل ده على طول. واكتر حاجه بنعرف فيها ان الكابل ده بايظ لو انت جيت تركب الكابل في الكمبيوتر وما سمعت الصوت ده، او انت بتخرج الكابل من الكمبيوتر ما سمعت الصوت ده. في نصيحه صغيره حابب اقولها لك قبل ما تشتري اي كابل يو اس بي. النصيحه هي ان افضل واحسن كابل تقدر تشتريه الكابل اللي موجود معاه فلتر وطوله ما بتروح من متر ونص ومتر و80 سنتي. كل ما تجيب كابل اطول كل ما هيعمل لك مشكله في الطباعه وعدم اتصال الطبعه بالكمبيوتر. معظم الطباعات وقت ما بتشتريها جديد مش بيجي مع الكابل يو اس بي. وتاني سبب معانا هو مدخل اليو اس بي اللي موجود في اللابتوب او الكمبيوتر. حاول تخلع الكابل اليو اس بي اللي كان موجود في المدخل اللي متوصل بالكمبيوتر وتوصله في مدخل تاني في الكمبيوتر، لان المدخل اليو اس بي اللي كان متركب فيه الكابل ممكن يكون حصل له مشكله مع الوقت، فانت اول ما توصله بالمدخل التاني هيشتغل معاك ان شاء الله، لان المدخل اليو اس بي اللي كان متركب فيه الكابل ممكن مع الوقت كان حصل له مشكله. فاحنا هنحط الكابل في مدخل تاني خالص، لان ده من اسباب عدم اتصال الطبعه بالكمبيوتر او اللابتوب. تالت سبب معانا وهو المدخل يو اس بي اللي موجود في المذر بورد اللي بخلف الطبعه. لازم تعرف ان المدخل ده ملحوم في دائره المذر بورد ورا الطبعه. لمجرد انك تضغط على المدخل ده بقوه ممكن يتكسر معاك ويؤدي الى عدم اتصال الطبعه بالكمبيوتر. ورابع سبب معانا هو تعريف الطبعه والفيروسات. لازم تعرف ان اللابتوب او الكمبيوتر اللي هتطبع منه لو موجود فيه فيروسات فده يسبب ان الطبعه تطبع بمزاجها. طب ازاي تطبع بمزاجها؟ شويه تبقى الطبعه شغاله كويس وممتازه جدا، وشويه الطبعه تاخد اوردر وتطبع بعديها بدقائق، وشويه الطبعه تاخد اوردر وتطبع بعديها بساعات. وهو ده نفس خامس سبب معانا، انك لازم تتاكد من نظام التشغيل الخاص بالكمبيوتر او اللابتوب ان هو كويس وبحاله سليمه. ايه هو نظام التشغيل ده؟ نظام التشغيل ده اللي هو الويندوز، لان لو نظام التشغيل ده قديم او الويندوز متهالك او جهاز الكمبيوتر في تقل او تهنيجه فدي اسباب تخلي الطبعه تطبع بمزاجها وتخليها على طول اوف لاين. سادس سبب معانا وسبب ده مهم جدا، ان لو الطبعه بتاعتك ظهر فيها عطل. ناس كتير جدا وقت ما بيجي يطبعوا ما بيعرفوش ان الطبعه دي شغاله كويس ولا فيها عطل. ممكن العطل دوت ورقه محشوره، وممكن العطل دوت حباره فلست او حباره مش موجوده، فده سبب يخلي الطبعه غير متصله بالكمبيوتر ومدياك اوف لاين على طول. سابع سبب معانا وده اخر سبب، جهاز ال HUB المشهور اسمه جهاز هب. ايه هو جهاز الهب دوت؟ هو عباره عن جهاز بيزود لك عدد مداخل يو اس بي اللي موجوده بالكمبيوتر او اللابتوب. ولو انت موصل الكابل يو اس بي الخاص بالطبعه بالجهاز دوت ممكن مع الوقت يعمل لك مشكله عدم اتصال بالطبعه او الطبعه تديك اوف لاين. ودولت 7 اسباب تخلي الطبعه غير متصله بالكمبيوتر او على طول مديك اوف لاين. قبل ما اقفل معاك الفيديو حبيت اقول لكم حاجه مهمه، ان افضل واحسن كابل موجود في مصر لحد دلوقتي هو من انتاج شركه 2B. هو غالي شويه بس ممتاز جدا وبيقعد معاك. اتمنى الموضوع يكون عجبكم. مستني اي استفسار ليكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون العربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.